في حاجه برضو حضراتكم يعني لاحظتها ومستر ابراهيم عادل اتكلم عنها وانا شخصيا بستراجل معاها، وهي فكره انه افهم البيت انه يا جماعه والله انا فعلا مش قاعد بلعب، انا قاعد شغال دلوقتي. كتير ما بيتفهمش ده وبيبقى انا محتاج الحاجه دي، انا عايزك تروح تعملها على طول. طب انا يعني انا سايب ميتنج او بعمل حاجه ازاي ان انا واغلب الوقت الموضوع بيبقى ايه ده، انت مش مدي اولويه للبيت، انت مش مدي اهتمام او ايا كان اللي بيتقال يعني. فازاي ان انا اوصل لهم انه يا جماعه فعلا انا ده دون شغل ماشي، وفي نفس الوقت ما اخسرهمش او ما اضايقهمش، ولا طبيعي ان هم يتضايقوا مثلا في البدايه، ولا يعني ايه اللي ممكن الواحد يعمله من طيب بص، خلال انا خبرته؟ عايز اقول تجربه لو تسمحوا لي. اتفضل. هو كلام ابراهيم عادل سليم، بس انا مختلف معاه في حته كده بسيطه. كان في فيديو كده بيتكلم عن شركه كبيره، وكان واحد في ميتنج وابنه تقريبا دخل عمل صوت او حاجه زي كده، اكيد شفتوا انتوا الفيديو ده. والراجل ساعتها اتعصب واتضايق، فواحد على تويتر شاير ساعتها قال له وي ار هيومنز، يعني عادي على فكره ما فيهاش مشكله لو ده حصل. هو ابراهيم ليه انا متفق مع ابراهيم في ايه؟ في ان هو ما حدش يقطع حبل افكاره، لان ده شغل حقيقي. ممكن انت تدخل عليا تضيع لي كل اللي كان في بالي، ده شريط افكار لو اتقص خلاص ومش هينفع اكتبه عشان انا شغال فعليا فيه. هي فكره ان انا بشتغل، هم لازم يفهموا ان انا كاني دلوقتي بره البيت، انا هقفل باب اوضتي كاني نزلت، اعتبرني مش في الاوضه. فلو حصل غلطات عادي، ما دام انت صاحب شغل او انت البيزنس ده بتاعك مفيش مشكلة، يعني مش هيجرى حاجة واحدة مرة في التانية في التالتة هيتعود. لكن لو انت واحد شغال عند حد ودي ممكن تسبب لك مشاكل، احنا كنا بنشتغل مع ناس في البيت، كان الشغل في البيت عايز اقول لك انه كان دقيق اكتر من الشركات. في الشركة كان بيلعب، عنده فرصة يلعب وينزل ويشرب شاي، في البيت بقى كان في تايم دكتور. تايم دكتور في البيت لو دخل الحمام دقيقتين بيكتب الدقيقتين، والجهاز بتاعه بيتاخد منه سكرين شوت كل شوية، فما ينفعش يلعب اللعب اللي بيلعبه في الشركة. فالموضوع بيفرق يا دكتور من هل انت صاحب بيزنس تقدر تقوم وتلعب ومعلش انا اسف تقعد بالجلابية وان شاء الله تقعد بالملابس الداخلية براحتك بيتك، وفي نفس الوقت انت صاحب البيزنس، ولا انت شغال عند حد، عشان الموضوع مختلف. فكنت ان انت تقنع البيت دي مش هتيجي من اول مرة، معلش مش هتحصل من اول مرة تقول لهم يا جماعة انا في الشغل، مش هيقتنعوا، هيقعدوا يضحكوا اصلا، مش هيصدقوا فكرة انك انت شغال. ده في ناس ما بتقتنعش ان حد بيجيب فلوس من البيت. ممكن تسال احمد حتى لو والله يعني حتى لو شافوها. احمد ابو زيد اول ما فتح القناه حكى القصه دي، ممكن برضه ابقى اخليه يحكيها لكم، ان والده مش مقتنع جهاز ايه ده اللي بتجيبه منه فلوس، وتلاقي اب بيقول له ابني انت قاعد بتلعب على الكيبورد دي وتجيب فلوس ازاي. فالناس ما عندهاش القناعه دي، لازم تطلع القناعه دي واحده واحده مش من اول يوم. هتلاقي حتى ابراهيم عادل لما بدا يعمل ده كان بيعاني في الاول، انا متاكد مش من اول مره هيقول يلا بقت قانون، هتلاقيها مره في الثانيه في الثالثه. صح ولا مش صح؟ هو انا عانيت مع والدتي الله يرحمها، اول مره اشتغلت اونلاين خالص، كنت لسه يا دوب 18 سنه، وكنت بعلم لغه عربيه لغير المتحدثين باللغه العربيه، وكان علشان فرق التوقيت كان بيبقى البيت كله نايم. في الوقت ده انا كنت بشتغل في الطابونه، وكان انا كنت حابب شغل الطابونه قوي، لان انا كنت بروح الساعه 4 الفجر واخلص 7 الصبح. فطبعا الصبح دي بجيب بجنيه عيش اللي هو هديه ليا، بجيب جنيه عيش وعدي اجيب طعميه وفول، ويكون هم في البيت صحي ونفطر وانا اخش انام. اصحى يعني على العصر كده، اصلي واقعد شويه واطلع مع اصحابي، وبعد على الساعه 10 كده ابدا اشتغل بقى من 10 ل 4 الفجر. فكنت بقضيها بشتغل بالليل، وهي كانت متخيله ان انا قاعد بالليل بلعب جيمز خلاص. هو بالنسبه له بقى هو مفكر ان هو الشغل بتاع ابو 3 ساعات بتاع الطابونه ده شغل، ومريح عليه وقاعد يلعب جيمز طول الليل. فانا فاكر مره كنت جعان قوي بالليل، انا مش يعني مش هاخد وقت حضراتكم بقى، خلينا نقولها بعدين القصه دي. كمل يا ابراهيم. طيب كمل. حلوه بالنسبه لي عادي، اتفضل. قعدت مره بالليل قاعد، كنت بشتغل زمان، كنت لسه بتعلم برمجه بقى على فيجوال بيزك، وكان الكود واقف معايا ومش عارف احله، ومن كتر الدعك بتاع عقلي بطني جاعت، فقمت ادور في المطبخ على حاجه. قعدت عقد كده وبتاع، وعملت صينيه كده وليمه، وقعدت داخل على الكمبيوتر لقيت امي خارجه من اوضه انا شفتها، وقعت اوتوماتيك لوحدها وجريت بروح على الكمبيوتر وقفلت. اول مره قبضت بقى كنت قبضت بما
بيعدل بالمصري 350 جنيه ده وقتها كان رقم فهي شافتهم من هنا فكرتني سارقهم فخلي يروح قدر خالي انا والدي متوفي وعمامي في بلد تانية خالص اخوالي اللي جنبنا فخليت اخويا قدر خالي وعرف ابراهيم سارق الفلوس هو عامل عيله عشر واحد عيله في واحد انا عموما خلصت يعني كنت بقول اللي هي فعلا بتعاني في البناء ده ما عندوش طيب اللي انا استشفيته من الجانب ده هو حاجتين اول حاجه ان انا احاول احط يعني شلت محاول اوضح لهم ده واصبر عليهم في ان هم يتفهموا ويتقبلوا الموضوع صح كده في حاجه مهمه ان تطلع فلوس عشان ده الختم اللي هو هيختم على والله الختم الموجود يعني مازال برضه اول ما هتلاقي زوجتك حاطه كلب على الباب عشان ما حدش يدخل يعني طلع بس الفلوس يعني صحيح